بسم الله. بص يا صديقي، ساعات بيبقى عندي فاميلي وحاطط جواها فاميلي تانية، تمام؟ فأنا عايز لما الفاميلي التانية ديت بيبقى فيها كاست طيب، لما أقدر أتحكم في الطيب أني اللي يظهر في الفاميلي الأولانية. هنبدأ نشوف الموضوع ده مع بعض. يعني وليكن مثلا عندي فاميلي A، تمام، ودخلت جواها B، فأنا عايز في A أقدر أتحكم في أني طيب من البي هي اللي تظهر معايا. طيب خلينا هنا دلوقتي هقول له إيه، اعمل لي فاميلي تانية، تمام، فاميلي تانية، تمام، وابدا اختار ارسم مثلا حاجة معينة ما تظهرش غير في الفاميلي دي. وليكن مثلا هرسم سيركل، انا عايز السيركل دي ما تظهرش غير في طيب واحد بس، تمام. فهاجي هنا هقول له ايه، انا عايز دي الفيزابيلتي بتاعتها، هقول له اضيف لها بارامتر اللي هو سي اي ار، سي اي ار، تمام. ده هحطه في انهي جروب؟ هحطه في الجروب اللي هو الفيزابيلتي طيب ولا انستنس، خليها طيب، تمام. اوكي هاجي هنا انا عايزها تظهر في طيب 2 بس، في الطيب اللي هو اسمه دكت تيرمينال اراي ومش عايز يظهر، فشيل العلامة من هنا. اوكي تمام. طيب هاجي هنا اقول له بقى لود انتو بروجكت، واروح حاطه في الفاميلي اللي هي اسمها اي سي سبلاي ديفيوزر، واقول له ايه اوكي. بيقول لي الفاميلي دي موجودة قبل كده، فاقول له اه اعملها تبديل، تمام. طيب هاجي هنا هقول له ايه الجروب عشان ابدأ اتحكم فيها، هعمل على سيلكت، تمام، هلاقي في حاجه اسمها ليبل، فاضيف له اقول له اد بارامتر، تمام. هسميها مثلا سي اي ار سي لي، تمام، واقول له ايه اوكي. طيب هاجي هنا هقول له فين السيركل اللي هي ديت، زي ما انت شايف جابها لي موجوده اهي، بتقول لي اختار الطيب اللي انت عايزه. معنى كده ان انا ممكن اقول له ايه في ال 150 وفي ال 1500 و 1500 اختار ديت، بس في ال 2000 بس اختار اللي هي طيب 2. اوكي تبدأ تظهر، تمام. لو انا غيرت الفاميلي طيب واخترت دوت وقلت له ابلاي، يبدأ يختار ايه طيب الاولاني، تمام. هي دي الفكرة، ازاي اتحكم في اني طيب للفاميلي اللي مستضافة عندي تظهر معايا، تمام. جربها كده وحاول تشوف أمثلة غير الفاميلي ديت، وإن شاء الله تبدأ تظبط معاك.